وينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ محمد. وطبعا الحديث يتواصل عن كيفية النهوض بالبورصة المصرية، وبالأمس تكليف الرئيس للحكومة بالبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة وأيضا شركات مملوكة للقوات المسلحة قبل نهاية العام الحالي. ما تقييمك لهذه الخطوات، وكيف ترى طرح هذه الشركات بالذات أن برنامج الطروحات يعني سبق أن طرح منذ سنوات ويؤجل بسبب الأحداث العالمية؟ تمام. هو طبعا حضرتك فضلتي برنامج الطروحات بقالنا حوالي 5 سنين أو أكثر، ودايما بنأجل. يمكن الحاجات البسيطة اللي تمت يعني ما عدا الشركات اللي هي اللي دخلت في العام الماضي والعام السابق ليه، وطروحات من بعض الشركات المقيده. لكن طبعا يعني الحقيقه حديث الرئيس بالامس كان يعني اسلج الصدور، لان لاول مره البورصه المصريه وسوق المال يدخل في دائره اهتمام فخامه الرئيس والدوله بصفه عامه. الحقيقه كان السنوات السابقه كان في معاناه شديده في يعني قضايا صغيره، وقد تنتهي هذه المعاناه ببعض القرارات التي يعني تعيق النهوض بالبورصه المصريه. فتوجيهات الرئيس طبعا يعني اسلجت الصدور، لان التوجيه سواء بطرح الشركات اللي هي قد برنامج الخصاصه او برنامج الطروحات كان متباطئ خلال الفترة السابقة، أو طرح الشركات اللي هي خاصة بجهاز خدمة وظيفية أو قوات مسلحة، ده شيء ممتاز. وأتمنى أن يتم عدة طروحات خلال هذا العام، لأن البورصة تحتاج إلى أمرين، على جانب العرض وهو ده اللي السيد الرئيس اتكلم عليه بالطرح، شركات اللي هي قطاع العمالة أو شركات اللي هي برنامج الطروحات او شركات القوات المسلحه، وجانب الطلب. وايضا اشار اليه السيد الرئيس بتوجيه لمؤسسات الدوله التي عندها فوائد سيوله، سواء بقى التامينات الاجتماعيه، معاشات، البريد، الجهاز المصرفي، هيئه الاوقاف، كل هذه الجهات. حتى اجتمعت في لقاء مع دوله رئيس الوزراء في الايام الماضيه انها تشارك في استثمار اموالها او جزء من اموالها في سوق المال والبورصه. وبالتالي اذا حصل تنشيط لجانب العرض وحصل تنشيط لجانب الطلب، ده هيؤدي الى تحسن كبير في اداء السوق وزياده القيم السوقيه وزياده الحركه الاستثماريه، سواء من المستثمرين المحليين زي ما تفضل خط رئيس بيتكلم على 10 مليار دولار، وده رقم طموح الحقيقه. لكن السؤال هو استاذ محمد، كيف تحدد هذا المستهدف 10 مليارات دولار سنويا لمده 4 سنوات؟ هل هذا ياخذ في الاعتبار شركات بعينها ستطرح في البورصه، ام انه يعني رقم لمتوسط قيمه الطروحات؟ بصي، هو طبعا يعني في شركات محدده من سابقا، عندنا برنامج فيه 43 شركة ومعروفين، وفي شركات أعلنت على قوات مسلحة بالظبط، وفي مشروع الأعصاب الإدارية، وده رقم تريليوني مش ملياري. فطبعا أعتقد إن الأرقام دي لم تلقى جزافا، ولكن هي يعني أفصح أنا فخامة الرئيس بناء على معلومات وبناء على البيانات اللي هي المتاحة. طبعا الرقم ده معناه ان حجم سوق المال المصري او حجم البورصه المصريه تتضاعف على الاقل خلال ال4 سنوات القادمه، وده مطلوب، لان حجم السوق بتاع مصر يعني تقلص ويعني انكمش على مدار السنوات العشر السابقه. والحقيقه استاذ محمد يعني ما تم الاعلان عنه هو ضخ دماء كثيره جديده في شرايين البورصه المصريه، بالفعل هي تحتاجها منذ وقت طويل. لكن الان الكلام عن طروحات كثيره ستتم حتى نهايه العام، وهذا العام مر نصفه تقريبا، اذا كيف نهيئ البورصه المصريه لاستقبال هذه الطروحات الجديده حتى نهايه العام من الان؟ بص، هو حضرتك عايز اطمن بس السيوله موجوده، وجميع الطروحات اللي تمت اتغطت بعده اضعاف. يعني لو نفتكر اي فاينانس، لو نفتكر ابيع في فوري، لو نفتكر
يعني مجموعه الطروحات اللي تمت، حتى الطروحات للقطاع الخاص بيتم تغطيتها بعده اضعاف. اهم شيء ان يكون التسعير سليم، ويكون الشركه المعروضه لها مقومات جيده وبتقدم جديد لسوق المال. كل ما كان جانب العرض اللي هو في هذه الشركات جيد، بضاعه جيده وباسعار جاذبه للمستثمر، سيدخل عليها المستثمر المحلي اولا وسيدفعه المستثمر الخارجي. واحنا بنستهدف طبعا يعني المحلي والخارجي، مش المحلي فقط، المحلي والخارجي. والخارجي ما بيخشش الاسواق الا لو لقى المستثمر المحلي مقتنع وداخل بيستثمر في هذه الطروحات. فطبعا الرقم هو رقم قد يكون يبدو ان هو طموح، ولكن هو ممكن التنفيذ خلال 4 سنوات بناء على المعطيات الموجوده. طيب أستاذ محمد، رئيس الوزراء اجتمع برئيس البورصة المصرية السيد محمد فريد وأيضا عدد من الصناديق والمؤسسات المهمة مثل البريد. عندما تتحدث عن اهتمام المستثمر المحلي بالبورصة المصرية وضخ مزيد من الاستثمارات فيها، يعني ما أهمية وجود هذه الأطراف في اجتماع على هذا المستوى، وما الخطوات الأكشن ستيبس كما يقولون، الخطوات الفعلية التي ستتخذ بعد هذه الاجتماعات وأيضا توجيهات الرئيس؟ أعتقد لقاء دولة رئيس الوزراء كان مهتم بجانب الطلب وهو الجانب المؤسسي. البورصة بتاعتنا كانت بتعاني في سنوات العشر السابقة في تراجع دور المؤسسات في الاستثمار وسيادة دور الأفراد خاصة صغار المستثمرين. طبعا هيكل المستثمرين في البورصة وهيكل اللاعبين في البورصة يجب أن يكون هناك توازنا، والشكل الصحي يجب أن يكون تواجد المؤسسات بدرجة أكبر من تواجد الأفراد. المؤسسات بتعمل استقرار كبير في السوق، وبتعمل ويكون استثماراتها مدروسه بدرجه اكبر، وبالتالي تنكمش حده المضاربات. احنا شاهدنا خلال الاعوام القليله السابقه مضاربات عنيفه على اسهم صغيره، اسعار بدات ارتفعت الى مستويات قياسيه ثم انهارت هذه الاسعار. وده نتيجه ان كان في اللي بيشتغل على هذه الاسهم كان افراد مضاربين. طبعا وجود مؤسسات بوزن جيد في السوق يعني ده بيزيد من عمق سوق المال ومعمق البورصه، وبيخلي الاستثمار موجه الى الاسهم ذات القيمه. وبالتاكيد اجتماع دوله رئيس الوزراء مع نقول ايه اكبر مؤسسات استثماريه في البلد اللي هي متمثله في الجهات اللي عندها فائض كبير من السيوله، سواء شركات، سواء تامينات معاشات، بريد، اوقاف، شركات تامين جهاز مصرفي، دول اللي هو اعمال الاستثمار، ودول هم المستثمرين التقليديين في كل اسواق العالم المتقدمه. فاعتقد كان الهدف من اللقاء هو تجهيز جانب الطلب حتى يستطيع ان يتلقى العرض القادم من الطروحات التي امر بها فخامه الرئيس بالبدء في تنفيذها على وجه الصوره خلال الفتره القادمه. طبعا الطروحات هتوفر، اولا احنا البورصه هتستفيد بدرجه كبيره، ولكن ايضا الدوله ستستفيد من بيع جزء من هذه الاستثمارات التي ظلت في حوز الدوله لعده عقود، والاستفاده من هذه السيوله المتوفره في استكمال خطه التنميه الطموحه التي تقوم عليها الدوله. شكرا. وجود هذه الطروحات سيجذب مستثمرين من الخارج، وده اعتقد هيكون له تاثير ايجابي اكثر في المراحل التاليه. شكرا جزيلا لمشاركتك معنا الاستاذ محمد ماهر رئيس الجمعيه المصريه للاوراق الماليه.